فيروس كورونا المستجد COVID-19. كيف ينتقل فيروس كورونا بسرعة بين البشر؟ دعونا نفترض ما يلي: لدينا 4 مجموعات من الأفراد في المجتمع، وهم ألف، باء، جيم، دال. المجموعة ألف هم الأشخاص المصابون فعلياً، وهم الناقل الأول للفيروس والذي يسهل إيجاده، وهو غالباً في مرحلة العلاج. عادة فإن ألف يتواصل مع جيم، والذين هم من المحيطين به من العائلة، الأصدقاء، أمناء الصناديق وغيرهم من الأفراد. المجموعة جيم هم الذين يكونون في الحجر الصحي والذين تتم ملاحظتهم باستمرار. أما المجموعة باء وهم مجموعة من الغرباء الذين يلتقي معها ألف صدفة، فهم لا يعرفون بعضهم البعض، إلا أنه يتم التقاؤهم في الأماكن العامة، السوبر ماركت، البقالات وغيرها. وتكمن المشكلة في أننا لا نستطيع التعرف على المجموعة باء، كما أنهم أنفسهم لا يعرفون حقيقة إصابتهم بالعدوى. وفي خلال 14 يوماً، وهي فترة الحضانة الرئيسية للمرض، تظهر عليهم أعراض الكورونا، وهي الحمى، السعال، وضيق التنفس. أما عن المجموعة دال، هي تلك التي تبقى في منزلها ولا تخرج للخارج أبداً، لكن بمجرد أن تبدأ دال في الخروج فإنها تتعرض للاتصال بالمجموعة باء والالتقاء بها والمرور بجوارها خلال التجمعات، لتتحول دال إلى باء ثانية. إن الهدف الرئيسي من عزل أفراد المجتمع والقيام بالحجر الصحي هو استغلال الوقت للتمكن من العثور على المجموعة باء والسيطرة على انتشار المرض بين أفراد المجتمع. من أجل السيطرة على فيروس كورونا المستجد، خلك في البيت.